السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ بشرى أم هداية في فيديو جديد وصفة جديدة. وصفتي اليوم هي عبارة عن ميني كيك بالمونك، تيجي رائعين ولذاذين في المذاق وراقيين في المنظر. نتمنى تجربوهم ويعجبوكم، وإليكم طريقة التحضير. بسم الله وعلى بركة الله. بالنسبة للطبقة الأولية البنات عندي ديال تشيز كيك، راه ديجا صاوبت معكم الفيديو السابق ديال تشيز كيك ديال الفراولة. عندي 350 غرام ديال البسكوي مطحون مع 125 غرام ديال الزبدة مدابة، خلطتهم مزيان حتى ترملوا ورجعوا بهالطريقة هذه. وعندي هاد القوالب هادو، هانتوما شفتوا هاد القوالب، انا استعملت هاد القوالب هادو واستعملت حتى هادو. اللي ما عندوش القوالب هادو مصوفرين في المنزل يقدر يستعمل هادو، يقدر يستعمل مول كبير، مول دائري، مول مربع، اي حاجه متوفره عنده في المنزل. دابا بعد ما عمرت هاد القوالب بهاد البسكوي، دابا غادي نقوم بالضغط عليهم كاع كاملين بهاد الطريقه هادي باش يجيو متساوي السطح ديالهم. ما تجيش جهه طالعه وجهه هابطه. هانتوما البنات، من بعد ما قديتهم في هاد الليمون هادو كاع كاملين بهاد الطريقه هادي، هاد القوالب الفرديه، غادي ندخلهم تقريبا مجمد واحد نصف ساعه، وداك الساعه نتلاقاو ان شاء الله. بالنسبه للطبقه الثانيه، عندي علبه من الجبن تقريبا فيها 200 غرام. اي جبن متوفر عندكم، تقدر تستعملوا فيلادلفيا ولا جبلي ولا اي حاجه متوفره عندكم. ياغورت طبيعي، جوج ملاعق كبارين ديال جيلاتين غبرة مذوبهم تقريبا في ثلاثة ديال الملاعق كبارين من الماء، جوج ملاعق كبارين من السكر الخشن، وعندي القليل من الحامض، وعندي فاكهة المونغ، عندي فاكهة وحدة نتوما شفتو، وتقريبا 200 مليلتر من الكريمة ديال الخفق، تقريبا كأس ديال العنبة عامر. أول حاجة غادي نقي هاد المونغ هادي، تنقيها بهاد الطريقة هادي. هانتوما البنات، من بعد ما قطعت الفاكهة ديالي ديال المونغ درتها في الخلاط، غادي نطحنها واحتفظت بواحد القطع صغيرة للتزيين، والباقي درتو في الخلاط. غادي نوضع معاه قطرات من الحامض باش ما يتبدلش اللون ديالو، غير قطرات قليله، واحد القليل من الماء باش تحلي بسهوله. ثم من بعد ما طحنت هاد الفاكهه ديال المونغ، اللي ما تتعجبوش داك الحموضه ديال المونغ يقدر يزيد معاه واحد الملعقه ديال السكر، انا درت السكر ناقص ما زدتش معاه نهائيا السكر. دابا غادي نحتفظ به جانبا، وغادي ناخذ هاد الكريمه ديال الخفق غادي نطلعها بالطراب، غادي نوضع معاها داك السكر وغادي نطرب. Thank you.
هانتوما البنات من بعد ما خفقت داك الكريمه الشوكه رجعت ماشي طلعتها غير مجرد القوام ديالها الشوكي داير هانتوما شفتوا ماشي طلعت القوام ديالها تماسك ورجع اللون ديالها ابيض. دابا غادي نوضع داك الياغورت المسوس وداك الجبن وغادي نسخن هاد الجيلاتين في الميكرو اوند. ما سخنتو في الميكرو اوند شتي كرجع غادي نضيف كاس من داك المونغ اللي عندي والقليل منه احتفظت به للتزيين وغادي نخوي هاد الجيلاتين وغادي نخفقهم مره اخرى مجرد انهم يتجانسوا هاد العناصر هاد الجبن مع كريمه مع كل شيء ونوقف الخفق مجرد انهم يتجمعوا تنأكد عليا البنات. نسيت ما ذكرت لكم هذا الروح ديال المونغ اللي عنده كاضافه يقدر يزيد واحد نصف ملعقه صغيره ديال هاد النسمه وميم طون ملون. دابا القوام ديال الكريمه ديالي هكا رجعت جبدت القوالب من الثلاجه بعد ما دازت نص ساعه في المجمد الشوكه رجعت. دابا غادي نبدا نعمر القوالب. هانتوما دابا من بعد ما عمرت القوالب ديالي كاع كاملين غادي ندخلهم المجمد تقريبا واحد ساعه ونصف واللي ما مزروبش بيهم يقدر يبيتهم في الثلاجه ليله كامله وفي الصباح تيكونوا زوينين وجامدين. دابا هانتوما دابا من بعد ما خرجتهم من المجمد تقريبا دازت واحد ساعه ونص هانتوما شفتو تماسكوا كاع كاملين. دابا غادي نحاولوا نحيدوهم من هاد القوالب وهاد القوالب ساهله زعما ماشي شي صعوبه غير تحاولوا في الاول في الجناب مع الجنيبات. ها نتوما ها نتوما شفتو غادي نوضعوهم هنا نحاول بوحدة بالنسبه لهادي اللي قلت لكم عليها اللي ما عندوش متوفر هاد الكويغطات هادو يقدر يستعمل في هادو حتى هما ساهلين ساهلين ومن الاحسن دوبلوهم كما كنت مدوبلاهم انا. ها نتوما من بعد ما حيدتهم القوالب دابا غادي نقوم بالتزيين ديالهم. عندي هذاك اللي احتفظت به داك القطع الصغيره ديال المونغ عندي هاد البلابيري حتى هو اختياري اي حاجه متوفره في الدار تقدروا تستعملوها. عندي هاد الكولي ديال المونغ اللي خليته حتى هو. دابا غادي ندير غير بحال هاد الطريقه هادي هكا ونحط وحيده في الوسط. We'll be right back.
تقديم النهائي ديال تشيز كيك ديال المونغ. شتو كي جا؟ جا مزيون بزاف، وجا في المنظر، جا رائع وجا هماوي في التقديم، عمرو ما يحشمك مع الضياف ديالك. وشتو كي جا من الداخل؟ ها نتوما شوفوا كي جا، جا غزال غزال بزاف، وجا لذيذ وبنين. نتمنى تجربوه ويعجبكم، ولا عجبتكم الوصفه شجعوني وشاركوها مع العائله والاصدقاء، وشجعوني بالتعليقات واللايكات ديالكم. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.